ايا كانت مشاكلك في الدنيا، نفسك في الذريه الصالحه، محتاج تسد ديونك، عندك مشاكل مع اهلك او في شغلك او في اي شيء، مظلوم من حد ونفسك ان حقك يترد لك، لا حول ولا قوه الا بالله، اتطلقتي وحسيتي انك انت مهزومه نفسيا وحقك ما جالكيش، حاجه ضايعه منك، حتى لو كانت اشخاص، حتى لو كان لا قدر الله زوجك او ابنك ما تعرف لهمش طريق، ايا كان اللي انا جاي اقوله لك النهارده، ان مشاكلك كلها ايا كانت بالنسبه لك كبيره في الدنيا ومش لاقي لها حل ومش لاقي لها مخرج، هي في الفيديو دوت بامر الله عز وجل. مهما سمعت من ناس ومهما سمعت من فيديوهات قبل كده، حل حياتك ومشاكلك كلها في الدنيا في الفيديو ده، وصلي على الحبيب المصطفى وقول ورايا: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنير بها أركان العرش وما حواه وتحول بيننا وبين الشر ومن نواه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح خزائن الفتاح. قلت لكم حل مشاكلكم في الفيديو ده، وقسم أنا هتحاسب عليه عند ربنا عن تجربة في الفيديو دوت على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودوت بكلامه بحديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه أحد الصحابة هو أبي بن كعب وقال له: يا رسول الله، أنا بصلي وعايز أكثر من الصلاة عليك، فأخصص ليك قد إيه؟ فالصحابي قال لرسول الله: ربع ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كويس، يعني فيما معناه. فقال له: يا رسول الله، نص ساعة. فقال له: كويس، ولو أكثر فكان خيرا لك. فقال له: يا رسول الله، ساعة. فقال له: تهلل وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تهلل يعني ابتسم ابتسامة عريضة جدا وفرح جدا، وقال له: كفاك الله همك وغفر لك ذنبك. عارف يعني ايه يكفيك ربنا همك ويغفر لك ذنبك في انك تصلي ساعة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ طب يا سلام بقى لو انت بتصلي طول اليوم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هيعمل معاك ايه؟ سيدنا النبي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. عارف يعني ايه صلي عليك ربنا؟ يعني يشكرك في الملأ الاعلى ويمدحك في الملأ الاعلى ويغفر لك ذنوبك. يعني ربنا هيشكرنا في الملأ الاعلى ويمدحنا في الملأ الاعلى ويسيء الينا في الارض ويعذبنا ويشقينا ويجعلنا من المهمومين والمكروبين؟ حاشا لله. بأمر الله عز وجل كل اللي هيصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا هيفك كربك وهيزيل همك وغمك وهيغنيك عن البشر جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. ديونك كلها تتسد، هتجوزي بناتك، هتفرحي بيهم بأمر الله، هتلاقي الشغل اللي انت مش لاقيه ربنا هيبارك لك في مالك ايا كان قليل، ولو كثير ربنا هيبارك لك فيه، القليل ربنا هيكسره لك والكثير ربنا هيبارك لك فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. بكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتنال الرغائب. اللهم آمين يا رب العالمين. سيدنا النبي هو مفتاح خزائن الفتاح، سيدنا النبي الصلاة عليه هي مفتاح لكل باب. وخلي بالك ان الصلاة على سيدنا محمد بتحسن الأخلاق. اللهم آمين يا رب العالمين. هتلاقي نفسك أفضل وأحسن وبتسعى في الخير وبتسعى لقضاء حوائج الناس بكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حياتك كلها حلها في الصلاة على الرسول. شير الفيديو عشان غيرك يصلي على سيدنا النبي وتاخد حسنة الصلاة على سيدنا النبي مضاعفة بأمر الله عز وجل. شير الفيديو علشان ربنا يكتب لك الخير والسعد والهنا، وصلوا على الرسول وقولوا: اللهم بسر الصلاة على الرسول وأهل بيته الكرام تتيسر الأمور بالعدد اللي ربنا يمليه عليك، أكسر فأكسر، وكل ما تكسر ربنا يعطيك أكتر. اللهم أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.